لو يسمح لنا أيضا مخرج البرنامج بعرض تلك الصورة مرة أخرى لعبد الفتاح السيسي وهو يجلس مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، وكيف كانت وضعية جلوس رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أمام عبد الفتاح السيسي؟ نعم، الصورة تظهر الآن أمامنا على الشاشة. بمقارنة تلك الصورة دعونا نشاهد الرئيس طيب أردوغان، الرئيس التركي، والذي دائما ما ينتقده إعلام الموالي للسلطات المصرية الحالية. في تلك الصورة التي تظهر أمامنا الآن على الشاشة يظهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهو جالس مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. انظروا لكيف يجلس هذا الرئيس التركي. أيضا في الصورة التالية التي لدينا دعونا نشاهد كيف يقوم الرئيس التركي في هذه الصورة بجلسته أمام الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما. كيف ترى تلك المقارنة أستاذ أحمد، خاصة وأننا دائما ما نشاهد الإعلام الموالي للسلطات المصرية الحالية يهاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في حين أننا نجد الرئيس التركي دائما ما يقابل زعماء العالم بحالة كبيرة من الشموخ والعزة والكبرياء، في حالة تماما معاكسة لعبد الفتاح السيسي حينما يقابل الرؤساء والملوك والزعماء. شخص وعبد الفتاح السيسي هو شخصية مهينة يعني للأسف، وكما قلت لحضرتك هو لأنه شخص ليس وراءه شعب. رجب طيب أردوغان هذا رئيس وراءه شعب، ولأجل ذلك هو أي رئيس بيستمد قوته من الشعب. أما عبد الفتاح السيسي يعلم أنه هو لا يقف على أرضية صلبة، يعلم أن الشعب بيكرهه، شعبه عليه، يعلم ما يعني يعلم أنه يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن شر أمرائكم هم الذين يدعون تدعون عليهم ويدعون عليكم، هم الذين تكرهونهم ويكرهونكم، ولا تصلون عليهم ولا يصلون عليكم. عبد الفتاح السيسي هو يقتل شعبه بنفسه، ولأجل ذلك هو مهين أمام هؤلاء الزعماء. لا زالت تذكرني هذه الصورة أيضا ورئيس روسيا بيلبس عبد الفتاح السيسي الجاكيت بتاع الحرس الشخصي بتاعه، فهو شخص مهان يعني، ويقابل هذه الإهانة بإهانة أكبر. يعني حينما يهدد رئيس وزراء أثيوبيا أبي أحمد حينما يهدد بالحرب وحشد الملايين وحقه في بناء سد النهضة، يقابله عبد الفتاح السيسي بالمدح والثناء والمباركة لأجل جائزة نوبل للسلام. هو شخص يعني يشعر بالضعف، يشعر بالمهانة، وهو كذلك.